إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، أهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي راديو الطير. كانت هي الأفضل وكانت الأميز والأكثر حضورا وتفاعل، واحد منها بس تميز وانفرد بالأسبقية كفكرة على مستوى الوطن العربي والمستوى الخليجي والمحلي، وكل هذا كان بكادر تطوعي كرس نفسه وجهده ووقته من أجل خدمة بلده ومجتمعه، لأنه كان يعمل بحب وإخلاص وتفاني، ليس لأجل شيء بل من أجل رفع اسم مدينته عاليا. مهرجانات سيهات وين؟ عنوان حلقتنا لهذا اليوم. اختفى مهرجان سنابل الخير وعاد مهرجان الوفاء لنتنفس الصعداء، ثم عاود الاختفاء، ومهرجان الزواج الجماعي أصبح الأقل حضورا وتفاعلا عن السابق. خلونا نشوف آراء ضيوفنا في هذه الحلقة ومع أول ضيف. معانا في هذه الحلقة الأستاذ حسين عيد، عضو في إدارة مهرجان الوفاء بسيهات. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على طرح هذا العنوان وهذا الموضوع، موضوع جميل. الحديث عن المهرجانات حديث طويل لكنه ممتع، يعني جميل أن الواحد يتكلم في شيء يهم الناس. إذا نبي نتكلم عن المهرجانات أو البرامج أو أي اللجان التطوعية، فإحنا نتكلم عن الحواضن اللي تحتضن، يعني خلينا نركز في هالكلمة ما لبو دقيقة، على الحواضن اللي تحتضن هالبرامج والمهرجانات واللجان. في سيهات لدينا نادي الخليج كحاضنة رسمية، وعندنا الجمعية سيهات، ثنتين أهم حواضن اجتماعية يستطيع أبناء المجتمع العمل من خلالهم، وهذا شيء جميل أن عندنا حاضنتين وحاضنة واحدة. أستاذ حسين، تعقيبا على كلامك أن نادي الخليج وأيضا جمعية سيهات حواضن اجتماعية لمثل هذه المهرجانات، وين مهرجان الوفاء؟ وللأسف الشديد انشغالهم، ثنتين أهم مشغولين ببعض الأولويات من وجهة نظرهم، كل واحد عنده أولويات في وجهة نظره، أبعدهم عن الاهتمام بالمجتمع وبرامجه التطوعية. النادي لاهي بفريق كرة القدم وإن شاء الله نصعد للممتاز إن شاء الله. الجمعية آهل على الجمعية، هي لا تستطيع أن تقف وتساند أحد، بل هي من تحتاج إلى من يساندها ويأخذ بيدها، لأنها تعيش حالة تحتاج فيها إلى المساندة. الجمعية همومها كثيرة جدا، احنا نقدر هموم الجمعية وأولويات ومشاكلها الداخلية، ولكن أكيد لنا عتب في هالموضوع. المهرجانات عندنا احنا مهرجانين، في يمكن الأشهر في سيهات وهو مهرجان سنابل الخير ومهرجان الوفاء، والمهرجانين كانت من أفكار لجنة العلاقات العامة بجمعية، وهم يعني يشكلون أهم مصادر لقاء مع أبناء المجتمع. يعني نذكر أيام سنابل الخير إيش قد كانوا الناس موجودين وملتفين حول الجمعية والنادي، وكانوا يعني يقام في النادي، والوفاء اللي يقام على أرض الجمعية كان إيش قد الناس كانت ملتفة. وأيضا مع أحد ضيوف حلقتنا لهذا اليوم الفنان القدير علي السبع، ونسأله ونقول مهرجانات سيهات وين؟ سؤال محزن ويدمي القلب، أين المهرجانات؟ كانت أيام جميلة، استبشرنا خير لما صار مهرجان الأعراس، وكان عدد المتطوعين في ازدياد وصل حتى إلى 800 شخص وأكثر،
والناس فرحة، تساوى الغني مع الفقير والكل مستفيد. ومرة 30 عريس، مرة 40 عريس، مرة 50، وصل مرة أعتقد 70. وتأثرت المناطق الأخرى وحدوا هذا المهرجان، وكان صيتة حلو جدا. بس ما أدري يا سيدي ليش، هي حقيقة في تحضرني قصة طفل صغير كان يقرأ القرآن وأمه تراجع له، فتقول لي يا ولدي إذا حفظت سورة الإخلاص 10 مرات الله يبني لك قصر في الجنة. فراح الولد يقرأ وأمه تراجع له، فالتفت على أمه قال يمه لا تعبي روحك وتقرين، إذا بني لي قصر في الجنة راح أسكنك معي. ومرت الأيام وكبر الولد وصار رجل واشتغل وتزوج، ومرضت أمه، أصيبت بالسكر وأصيبت بالضغط، مل منها وأودعها في دار العجزة، صار يزورها وبعدين انقطع عنها. فأرسلت رسالة وجي الولد، نعم ايش عندك؟ قالت تذكر لما كنت تقرأ القرآن وقلت بتبني قصر في الجنة وتسكنني معك؟ قال صحيح، بس انت مريضة معاك مرض مزمن، هل عمرك سمعت يوم من الأيام واحد عنده السكر والضغط وشوفي منه؟ ردت الأم قالت الله المستعان. نشكر الفنان القدير علي السبع على هذه المداخلة الجميلة، ونرجع مرة ثانية لأخونا حسين عيد ونسأله شنو تتمنى؟ نتمنى من جمعية سيهات أن تعيد قراءة المهرجانات، وأن تتلمس بأن وجود هكذا مهرجانات يعطي للجمعية حضورا اجتماعيا فاعلا، خاصة وأن هذه الأيام يردد أبناء المجتمع في كلام في المجتمع بأنه الجمعية مبتعدة عن المجتمع، المجتمع مبتعد عن الجمعية، في قاب بين الجمعية والمجتمع. نتوقع إحنا أنه المهرجانات أحد البرامج اللي هي تقرب أبناء المجتمع من الجمعية، ويعني وتعطي فرصة للجمعية أن تتقرب من المجتمع بهالمهرجانات. مهرجان الوفاء، بكون أنا اشتغلت في مهرجان الوفاء، في فوائد واجد مهرجان الوفاء إلى الجمعية وإلى المجتمع، يعني خلق فرص تطوعية لجيل الشباب، هذه فرصة جميلة إن احنا نخلق فرص تطوعية، ترى ندرة الفرص التطوعية تخلي الشباب يبتعد عن العمل التطوعي، فزين احنا نخلق فرص تطوعية، تسجيل ساعات تطوعية في حساب الجمعية، يعني حتى الوزارة تقدر إلى الجمعية إنه ترى والله أنتوا جبتوا 1000 ساعة تطوعية، 2000 ساعة تطوعية، وهذا تقدر بمال، يعني بكرا يعني لو أنا ما جبت التطوع بس بصرف مال. سد الفجوة، يعني المهرجان الوفاء سد فجوة بين المجتمع، أو ساهم أو ساعد فإن تتقرب الجمعية من المجتمع. اكتشاف كفاءات، احنا اكتشفنا وشفنا في كفاءات كثيرة في المجتمع كل من خلال هالمهرجانات. مهرجان سناء بالخير شقد كشف لنا من كفاءات قيادية وكفاءات عملية وكفاءات ميدانية، ونفس الشيء مهرجان الوفاء. تسجيل حضور لشخصيات وقيادات المجتمع، كثير زارون في خيمة العلاقات العامة من رياضيين، من قياديين، من مشايخ أثنى، وهذا التلاقي هو رصيد في 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 علاقات الجمعية بالمجتمع. يمكن هذه في عجالة اللي طلبتوها كمداخلة للموضوع، وإن شاء الله تحوز على رضاك. نشكر الأستاذ حسين على هذه المداخلة الجميلة، وننتقل الآن إلى ضيفنا الثالث في هذه الحلقة، أيضا عضو في إدارة مهرجان الوفاء، الأستاذ عباس نصيف. خلونا نسمع شنو يقول، شنو تعليق على هذا الموضوع. السلام عليكم. سبب توقف المهرجانات في الفترة السابقة هو الدعم المادي والتصاريح، أما الآن فللأسف أن جمعية سيهات وإدارة نادي الخليج ليس لهم رقبة في عمل إقامة مهرجانات سواء الوفاء أو سناء بالخير. سنويا نحن نقدم إلى الجمعية خطاب لإقامة مهرجان الوفاء، ولكن للأسف الشديد
يأتي الرد متأخر جدا فيصعب علينا إقامة المهرجان. نتمنى من إدارة النادي وإدارة جمعية سيهات أن تحتوي الكوادر التي عملت المهرجانات التي تليق بمستوى جيد ومشرف وأن تقدم لهم الثقة لإقامة مهرجانات للمنطقة. شكرا لك. شكرا لك أستاذ عباس الصيف على هذه المداخلة، وننتقل الآن مع آخر ضيف معانا في هذه الحلقة، سماحة الشيخ عبد الحميد عباس، وهو أحد المؤسسين لمهرجان الزواج الجماعي في سيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى مهرجان الأعراس، باعتباري قد دخلت في تأسيسه والإشراف عليه، الأمور التي واجهت مهرجان الأعراس يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا، عدم وجود مظلة رسمية لوضع المهرجان تحت قوانينها ودستورها التابع للجهات المعنية في وطننا الغالي. ثانيا، اختلافات بعض الإداريين في عملية تسيير أمور المهرجان، وهذا الأمر مسألة طبيعية. ثالثا، عدم وجود حقوق منصوص عليها بالنسبة لكل الأفراد المتطوعين في أي الأعمال الاجتماعية التي يمكن أن يبدع العقل البشري فيها، فهناك معارضون، هناك مؤيدون. هذه التجاذبات تؤدي إلى نوع من التثبيط في أولئك المتطوعين. رابعا، وهو المهم، أن البعض ممن كان في المهرجان بخس حقهم، بل حتى لم يذكر اسمهم في بقية المهرجانات التي أقيمت بعد إبعادهم أو ابتعادهم، والله الموفق لكل خير. نسأل الله عز وجل أن تعود سيهات كما كانت، مبدعة، متميزة، سباقة في كل المشاريع الاجتماعية الخيرية والتطوعية. وبكذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. ترقبونا في حلقات قادمة إن شاء الله على قناة وسنا أبو الطير. إن شاء الله هذه الحلقة نالت استحسانكم ورضاكم. لا تبخلون علينا بالنشر والدعم، وإن شاء الله القادم أجمل.